عادل فين؟ في اوضتها. نامت؟ ايوه نامت. تحب اصحيها؟ مفيش لزوم، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. Thank you.
رجليها. بعدين سمعت ضحكتها هي. مين؟ ما انتش عارف مين اللي كانت هتحرقك. انا كنت قاعده في الاوضه ما كنتش نايمه، وبعدين طلعت اشوف ايه اللي جرى. لقيتها طالعه الدور الفوقاني، ولقيت دخان طالع من اوضتك. شفتيها؟ ما لحقتش اشوفها، بس انا عارفاها كويس قوي. وتبقى مين دي؟ هتكون مين يعني؟ طبعا مبروك. مبروك. قول لي، انا عاوز اعرف حاجه واحده، انت ازاي حضرتك مقعد خدامه بالشكل ده عندك؟ حضرتك مش خايفه على نفسك؟ سيب الموضوع دلوقتي. هسيبه؟ اسيبه ازاي؟ طب اذا كانت دي مجنونه، مش احسن برضه تروح مستشفى المجازيب؟ احسن تعملها. بعدين هشوف الحكايه دي. طب بعدين انا خايفه بقى على نفسي. مش عايز حد يعرف حاجه عن الموضوع ده، فاهمه؟ تصبح على خير. صابرين. انت انقذتي حياتي وما ادتنيش فرصه اشكرك. اي واحده مطرحي برضو كان هتعمل كده، لكن انا ما كنتش احب ابدا اكون مديون بحياتي لحد غيرك. صابرين، اول يوم قابلتك فيه حسيت ان الانسانه اللي ظهرت فجاه هيكون لها دور كبير في حياتي.